اهلا بحضراتكم من جديد. لما يكون نموذج النادي الاهلي ده فيه كل هذه الاختبارات اللي اثبتت نجاح هذا المكون تاريخيا، بحيث انه يكون اكثر انديه العالم في الحصول على بطولات في كره القدم المتنوعه، محلي قاري دولي مش عارف ايه، الاهلي هو الاول عالميا، ويكون على مستوى البطولات القاريه والدوليه فقط الثاني بعد ريال مدريد، وتكون منصاته الاعلاميه الاكثر مشاهده ومتابعه على مستوى العالم بين كل انديه العالم. وده مش كلامنا، تقرير اليوتيوب عن شهر 7 انه منصه النادي الاهلي في قناته على اليوتيوب، القناه الرسميه للنادي الاهلي على اليوتيوب، عندها 16.5 مليون شخص، ويجي بعد منه برشلونه ب 13.5 مليون. بنتكلم ان النادي الاهلي اكثر مشاهده ومتابعه حول العالم عن برشلونه. خلي بالك برشلونه بميسي. لا مش بميسي، بميسي قاعد ولا ماشي؟ اكبر سؤال واخطر سؤال. كان الاكثر متابعه. فانتوا لما يكون العالم كله كان بيتابعه، لما يكون النادي الاهلي هذا الكيان المصري العظيم اللي كل جمهور وكل محب الوطن بيفخروا بهذه القيمة الكبيرة والقيمة الحضارية الرائعة على ظهر أرضنا الغالية، عنده هذا النموذج الملهم في النجاح. طيب أفهم أنه أي لاعب لعب في النادي الأهلي، بالذات لو كان بر شوية وعارف قيمة الأهلي وما أكثرهم وما أقل من هم غير ذلك، الطبيعي أن يكون عنده هذه المشاعر وهذا الارتباط وهذا التقدير وهذا الحب. عاش في النادي الأهلي، فرح للنادي الأهلي وفرح بالنادي الأهلي وأسعده النادي الأهلي، ده مفهومة أسبابه. لكن لما تبقى المسألة متعلقة ببطل رياضي ملوش علاقة بالنادي الأهلي، بل إن لعبته أصلا مش ممارسة خالص في النادي الأهلي، مش موجودة في النادي الأهلي، نلاقي بيج رامي بطل العالم في كمال الأجسام، هذا الرياضي المبهر عنده هذا التقدير لنموذج الأهلي الملهم، ويقول كلام مهم نسمعه. طب قول لي، انت كنت بتحب كره القدم جدا؟ وعشقك هو النادي الاهلي؟ طبعا، يعني زي مصر كلها يعني الا القليل. هو عامه يعني الاول ليه الاهلي الاول؟ عشان ده سؤال مهم. جميل. الاهلي مش الاغنيه، الاهلي كيان فعلا. الاهلي كيان لانه مؤسسه ثابته وناضجه، ويعني على مدار تاريخها كلها ليها اسس ومعايير، حتى لو اختلفت الاشخاص على يعني او تداول الاشخاص على رئاستها او الممارسه جواها او ايا كان اللاعبين. اشخاص مين بس؟ هو ده السيستم اللي بيخلي الواحد يحب المؤسسه نفسها. فكره ان انت بتشتغل شايف ان دي حاجه ليها ثوابتها اللي بتخليك طول الوقت شايف ان نجاحهم مبني على واحد اثنين ثلاثه اهداف وطرق واساليب، وده اللي بيخلي الواحد يعني تكون جزء من حياته لو هو عايز ينجح في حياته فعلا. يعني انت خدت النادي الاهلي قدوه ليك حتى؟ النادي الاهلي كمؤسسه وكطريقه تفكير انا شايفها ان هي تنفع لاي مؤسسه ناجحه في مصر. وهي صحيح مش المؤسسه الوحيده، لكن هي من اهم المؤسسات الثابته لانها على مدار عقود طويله. صحيح. يعني شغل ثابت، شغل ثابت. فالنادي الاهلي خلانا نحب ازاي يبقى عندك حاجات منظمه، فيعني بنى في شخصيتنا حاجات مهمه جدا، حتى لو احنا بعيد عن اصل المشجع ممكن يرسم صوره في خياله حقيقه او غير حقيقه، لكن هي كانت بتطابق الواقع بشكل كبير جدا. يعني فالاهلي كان يعني بالنسبه لنا كمشجعين درجه ثالثه زي ما بيقولوا، جزء كبير جدا من حياتنا. يعني بص كلامك، وانت اسطوره كبيره وحققت نجاح كبير وبتتكلم عن النادي الاهلي، اللي انت عمرك في يوم من الايام ما لبست تيشيرت خالص، يعني النادي الاهلي ما عندوش كمال اجسام، وبتتكلم بهذا الحب وبهذا الفخر للنادي بتاعك، وبتقول في الاول لا قبل ما تسالني ايه البروتوكولات بتاعتي ليه الاهلي. فالحقيقه لما بنلاقي حد كده الحقيقه فعلا بتلاقي شخصيتك انطبقت مع شخصيه النادي الاهلي. انت في حياتك كده هتلاقيك يعني تمرينك اكلك شربك اسلوب حياه، اسلوب حياه. اصل النجاح قصته واحده في كل مكان.
ان انت تاخد قصه ناجحه وتحقق بيها خطواتك ده مهم جدا. صحيح. عشان كده الواحد لازم يشوف رموز ناجحه يبقى الناس تمتثل ليها وتحط نفسها في اللاين بتاعها عشان تقدر تحقق نجاح. طب هو ايه اهميه هذا الكلام؟ طبعا بجرامي قمه من قمم النجاح الرياضي، خد تحديات واصبح واحد بيفوز على اساطير كمال الاجسام اللي ما كانش حد يتخيل ان حد ممكن يهزمه. عندما يكون الاهلي هو ملهمه كاسلوب حياه، خلي بالك من الالفاظ اللي هذا الرجل الضخم في كل شيء، الضخم معنويا وجسديا وعقليا وفكريا وذهنيا وقدره على التعبير. صحيح. كل كلمه بيقولها قيمتها مش في الحب، الحبيب لا يرى الا حبيبه، ولكن المقتنع قد لا يكون حبيب ولكنه يتحدث بقناعه، قد لا يكون اهلاوي ولكن يرى في نموذج الاهلي هو الالهام اللي يقدر لو انتهج هذا النهج يوصل وينجح بيه. ده اللي عايزين نقوله. انت مش بتحب النادي الاهلي لانه كسبان، تعرف انت اللي بتحب النادي الاهلي هيحصل لك ايه لو انت بتحبه عشان كسبان فقط؟ هتحبه النهارده وممكن بكره ما تحبوش، او ممكن بكره تزعل منه ترجع تحبه بعد بكره وبعد بعده وبعد بعده وبعد بعده وبعد بعده، وبعدين تزعل منه وبعدين بعد بعده. اذا هتكون شخصيه هيزيتيتد في علاقتك، متردده في علاقتها بالنادي الاهلي. ولكن عندما تاخذ الاهلي الفكره، تاخذ الاهلي النسق، تاخذ الاهلي اسلوب الحياه، تاخذ الاهلي المنهج، هتحبه دائما في السراء والضراء. وهذا هو شعار من يحب النادي الاهلي ومن يقتنع به، اللي بيقول لك على الحلوه والمره معاه. ما تحبنيش كما تريد، هبني كما انا، كما وجدتني، كما استلهمت مني نجاحك، لما استلهمت مني فخرك، لما استلهمت مني زهوك، ما تحطليش شروط في حبك، خدني كما وجدتني. حاضر. النادي الاهلي. حاضر.